كملين مع حضراتكم لقاءنا النهارده مع بطلات كره اليد في النادي الاهلي، دوري وكاس وثالث افريقيا بعد موسم تاريخي تحقق بعد 30 سنه. الحقيقه ده يعني بيدل على دعم، على جهد، على اراده حقيقيه من الجهاز الفني واللاعبات ومن قبلهم مجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب. في البدايه برحب باللي انضموا لي في الاستوديو، اكيد كابتن محمد كان معانا من الفقره اللي فاتت، كابتن محمد عبد الوارث المدرب العام، ولكن برحب باللي انضموا بينا في الفقره او في الفاصل، ملك احمد لوكا، احد اللاعبات مواليد 2004 الصاعدات اللي لهم دور كبير جدا مع الفرقه وليهم مستقبل ايضا كبير. اهلا بيك يا ملك، منورانا. شكرا. ايه في ايه عايزين كده وحش في الملعب. منورانا يا ملك. اكيد كمان بنرحب بفرح حازم مواليد 2002، احدى برضو اللاعبات الصغيرات في السن واللي ليهم كمان دور كبير ومجهود كبير مع الفرقه. اهلا بيك يا فرح. اهلا بحياتك، منورانا. منور حضرتك. بنرحب طبعا بنجمه الفريق شهد الشواربي، اهلا بيك يا شهد. اهلا بحضرتك، منورانا. منور حضرتك. يمكن اجي لك يا ملك في البدايه، يعني انت سنك صغير يعني بتشاركي مع الفريق بشكل منتظم وليكي يعني دور كبير سواء مع فرقتك 2004 او مع الفريق الاول. كلميني عن مشاركتك مع الفريق الاول، طبعا مضى طبيعي من نجمات الفريق في 2004 وانت بتشاركي مع فريق السيدات، اكيد ده حاجه تسعدك، قيميني التجربه واحكي لي عنها. اكيد طبعا حاجه تسعدني، انا من وانا صغيره اصلا وانا في الاهلي كان حلم من احلامي ان انا اطلع فيرست تيم يعني وابقى لاعبه فيه، فطبعا مشاركتي في الفيرست تيم كانت حاجه بالنسبه لي سعيده حلم. جدا ان انا يعني وصلت لهدفي وان شاء الله افضل مكمله عليه يعني بس، وكنت مبسوطه جدا طبعا اكيد ان انا بشارك معاهم وان انا جزء معاهم في الفيرست تيم يعني. انت تصعدت السنه دي ولا السنه اللي فاتت؟ لا السنه دي. السنه دي. طب يعني عرفتي ازاي صعدتي؟ هل كابتن زولا كلمك؟ مين اللي بلغك تمرني مع الدرجه الاولى؟ كابتن محمد سليمان كان. كابتن محمد سليمان بعد بطوله كاس عالم. الصفقات جوه وبره كابتن محمد سليمان. هو تلاقيه في كل حته. بعد بطوله كاس عالم ما خلصت هو قال لي ان انا ليا دور ان شاء الله في الفيرست تيم وان انا هطلع معاهم الموسم ده باذن الله. طيب بدات التمرين كنت شايفه نفسك ايه؟ هتاخدي فرصه ولا لا، ولا كنت بتتمرني وبس؟ يعني انت كان عندك ثقه ان هيدوك الفرصه الجهاز الفني ولا لا؟ يعني لا من اول يوم كان هما مشجعيني جامد قوي، الجهاز واللعيبه كلهم كانوا، ما حدش اللي هو كان مش واثق فيا او ما حدش مش هتقدر تعمل حاجه او كده، لا بالعكس هما كانوا كلهم واقفين في الثقه زيك زي اللعيبه في الفريق بالظبط، زي بالظبط اللعيبه اللي في الفيرست تيم وهم كلهم مديني الثقه يعني والجهاز كمان. دي حاجه. فاكره الماتشات اللي شاركتي فيها طبعا؟ اكيد. ايه اكتر ماتش او احلى ماتش لعبتيه؟ كان ده كان يعني البدايه بالنسبه لي كان ماتش سبورتنج، ده كان لعبت فيه حلو قوي. محمد يعني بياكد هي غيرت شكل الماتش. طب ليه بقى؟ يعني كلمني عن ظروف مشاركتها. والله احنا كان ماتش سبورتنج كان ماتش هناك على ارضهم، دايما ماتشات سبورتنج على ارضهم بيبقى الموضوع صعب شويه، الملعب ضيق كمان. بالظبط، فكان الخطه ان هي احنا هنبدا بالتشكيل بتاعنا عادي، وكانت اوكا كانت موجوده معانا. كانت الفكره ان هم فرقه سبورتنج وبخص الحارس المرمى بتاعهم مش حافظين اوكا، فكانت بدايه المباراه ان احنا كنا بنلعب الدنيا كانت ماشيه كويس، حصل تأزيمه شويه، فطبعا نزول اوكا طبعا كابتن محمد عادل دافع بيها بصراحه. هي الشوط الثاني ولا في الاول؟ كان الشوط الثاني كمان يعني لعيبه صغيره وبتنزل الشوط الثاني سبورتنج بره. لا ده ثقه جامده قوي كان الموضوع بأمان. بصراحه يعني انتوا كده بامانه ثقه فيها بشكل كبير. لا هي طبعا هي لعيبه كويسه جدا، لعيبه هي لو ما كانش لعيبه مهمه في يعني موجوده في المنظومه ولعيبه عندها الامكانيات احنا ما كناش هنفكر بصراحه. هي بصراحه تعبت معانا كويس جدا، اندماجها كمان مع الفريق كان سريع جدا، وده طبعا كان سبب من اسباب هم اللعيبه نفسها هي اللي بدات تحتضن الشباب الصغيرين اللي كانوا طالعين معانا، فطبعا ده اثر تاثير ايجابي كويس جدا مع الشباب الصغيرين كلهم، وده كان ادائها طبعا في ماتش سبورتنج كان حاجه بصراحه هي اللي غيرت شكل المباراه تماما ما شاء الله. طيب فاكره ايه تاني غير سبورتنج؟ سبورتنج دي نقول مولد يعني اوكا مع الفرقه. طيب بعد كده تولت المباريات ايه بقى؟ برضو كان ماتش فاينل بتاع الكاس بتاع الزمالك كنت بلعب برضو فيه كويس، في افريقيا هابيتات كنت بلعب فيه حلو برضو. ما شاء الله، انت سعيده جدا بالتجربه والفرصه اللي اداها لك. اكيد طبعا فعلا. اكيد سعيده جدا اكيد. طب خلينا نفس الكلام بالنسبه لفرح، يعني انت اكيد شاركتي برضو في مباريات السنه دي، ده تم الدفع ليكي، فاكره المباريات اللي انت شاركتي فيها ايه؟ فاكره. ايه احلى ماتش لعبتيه؟ هو يعتبر كل ماتشات الشمس لما كنت بنزل كنت تفرق يعني معانا تعمل فرق يعني. الحمد لله لما بنزل كنت بعمل عليا في الملعب يعني ده كان بيبان في الاداء بتاع في الملعب. طيب يعني كلميني عن
ثقة الجهاز كابتن زولا لما كان بيكلمك بيقول لك قبل الماتشات بيقول لك خلي بالك مثلا فرح هتنزلي الماتش الجاي، كان في كلام ولا كنت بيقول لك لا يلا انزلي؟ يعني ايه اللي بيحصل بينك؟ لا هو كده كده الجهاز كله بيتكلم معانا من اول ما بدأنا الموسم ان هو واثق في لعيبه، لعيبه موجوده ثقته في كل اي واحده بتنزل في اي وقت، هو عارف ان هي هتنزل هتساعده هتجيب له الماتش هتعمل اللي عليها، مفيش واحده قاعده بره او جوه هتأثر، بالعكس كل واحده تنزل تعمل عليها، فهو كل بيتكلم معانا كلنا على اساس ان احنا هننزل ان شاء الله هنعمل احسن حاجه عندنا وهنساعده في المكسب يعني. طيب اصعب ماتش انت متفقه معاهم في الماتشات اللي احنا لعبناها في الدوري، اصعب ماتش كان لينا كفرقه؟ او ماتش بالنسبه لي الزمالك برضو بتاع الفاينلز كان صعب عشان احنا كنا نازلين احنا ان شاء الله هنكسب، فلما الدنيا ازمت احنا ما فهم يعني كان لازم نضغط. بعد ما تعادلنا ورحنا الاوتيل بقى كلميني عن اللحظات الصعبه دي، ما احنا مش هنقعد نتكلم في فرح فرح على طول ومكسب وبتاع، لا اكيد في لحظات صعبه. انت تعادلت مع الزمالك برغم انت يعني تكسبه سو ايزي رجعت الاوتيل، فكلميني بقى عن الفتره واحنا طالعين الباص بقى واحنا راكبين الباص ورايحين الاوتيل، كلميني عن الفتره دي وصعوبتها. هو اصلا احنا اول ما احنا اول ما الماتش خلص كلنا مصدومين ان الماتش خلص تعادل، هو ما حدش كان مش مصدقين يعني بالظبط هي مستحيله تحصل يعني، بس طبعا خدنا يعني طبعا كابتن الفريق كان ليه دور قوي، كابتن نصر كان ليها دور معانا قوي، لمت الفرقه قبل ما الكابتن يتكلم معانا حتى، قالت لنا احنا لسه بطوله الدوري بتاعنا ما خلص، احنا ما ينفعش نضيع كل المجهود اللي فات ده، بالعكس ماتش خلص خلاص ما كناش موافقين خلاص هنركنه، بس لسه عندنا ماتشين مهمين جدا تاني يوم على طول بالظبط، ما ينفعش يعني وقت الزعل حتى او فرح لازم بياخد وقت معين وبيخلص، فاحنا خلاص خدنا وقتنا في الزعل لازم نفوق عشان ماتش بكره، وجهز خلاص خسرنا ماتش الزمالك وجهزنا اول ماتش الشمس عشان ننزل نجهز. طب الجهاز في الميتنج اللي كان قبل ماتش تاني يوم اللي هو كان سبورتنج لا كان الشمس تاني يوم الشمس الاجتماع مع الجهاز الفني قالوا لكم ايه بقى قبل الماتش؟ خلاص ماتش امبارح نسيناه خالص خالص ما فكرناش فيه، نسينا عندنا مهمه لازم هننزل هنكسبه، هي لازم هي ما فيهاش اوبشن تاني خلاص، هو مكسب يعني مكسب. ما وتركوش الكلام ده؟ لا لا خالص، ده كل واحد كان نازل عارف ان هو دي مهمته، دي تعب السيزون كله ما ينفعش يضيع عشان احنا سايبين الماتش، لا خالص احنا نازلين كلنا واثقين في بعض جدا، كل واحد واثق في اللي جنبه وواثق ان كله هيموت نفسه عشان يجيب الماتش، وده اللي حصل يعني منزلنا الحمد لله. طيب هنتكلم عن افريقيا وبدايتها بالنسبه لكم كلاعيبه، برضو اكيد كان في ديالوج مع كابتن نصر كابتن الفريق مع اللعيبه المحترفه بينكم بعض في اوضه اللبس في الاوتيل، كنتوا بتقولوا ايه لبعض قبل افريقيا؟ هو الصراحه هو ما حدش كان متوقع ان احنا ممكن نعمل حاجه زي دي، هو كلكم بنتكلم ان احنا ننزل بالظبط يعني من زمان ما حدش عمل حاجه صعبه وبقالنا كتير ما شاركناش فالموضوع صعب، بس احنا بالنسبه لنا احنا ننزل هنعمل كل حاجه نقدر عليهم، حتى لو ايه احنا مش هنفكر غير احنا نتعب في الملعب وربنا عمره ما هيضيع تعبنا يعني، هننزل هنعمل علينا كله يعني في الملعب. يعني فكرتوا بماتش بماتش ماتش بماتش وماشيين ستيب باي ستيب، وقلنا وكلنا واثقين في بعض ان شاء الله هنحقق اكتر حاجه نعرف نعملها في البطوله يعني. طب بعد الافتتاح وماتش الماتش التاني احنا قلنا احنا قريبين جدا يعني، قلنا يا جماعه الموضوع مش صعب حتى خالص، حتى ماتش المجموعه كان بالزبط يعني بالظبط الموضوع اصلا مش صعب خالص، احنا قلنا لا يا جماعه ليه ما ناخدش افريقيا يعني، وصلنا بقى اللي احنا لا يا جماعه هي سهله في بيتنا مش مشكله بالظبط يعني. صحيح صحيح، ده اداكوا ثقه يعني خدتوا الثقه بعد ماتش ورا الثاني ماتش ورا الثاني. الصراحه بس كان سيمي فاينل كان نفسنا نعمل فيه حاجه فيه وحاولنا قوي، لكن كان في ظروف معينه وقلنا كده كده لينا ميداليا. فرحانه بالموسم ده فرح؟ طبعا صراحه اكيد عمرك ما تنسي. طبعا موسم الذكرى. شاهد اجيلك يمكن كان موسم صعب والتحول اللي حصل من موسم انت خسرانه خسران فيه دوري وكاس وخسرت على ماتش يعني، الدوري كان ماتش واحد اللي خسرته الحقيقة. على ماتش يعني فكان التحول مطلوب وتحول سريع، النادي الاهلي ما ينفعش يقعد يخسر بطولتين ورا بعض، وكمان الناس ما خدتش ان فرقه اليد تخسر يعني، كان جديد علينا ان فريق السيدات هو فريق السيدات خسر يعني، كان الموضوع بالنسبه لنا كان يعني صدمه يعني، فتره كورونا كان الموضوع طبيعي كانت الدنيا صعب، انما السنه اللي فاتت هي اللي كانت صدمه. الترانسفير انتوا كلاعيبه بقى مش كجهاز عملتوه ازاي؟ هو احنا بعد ما السيزون اللي فات خلص وخسرنا بطولتين وكسبنا في الاخر بطوله المنطقه، اتكلمنا اتكلمنا مع بعض ان احنا ما ينفعش ماشي احنا خلاص السيزون خلص بحلو اللي فيه بالوحش اللي فيه، بس ما ينفعش نفضل ان احنا تحت كده او ان احنا نفضل بنخسر او حاجه، لازم نوقف نفسنا ولازم ندعم نفسنا ولازم نستمر ان احنا نكسب تاني ونرجع تاني فنقدر نقف على رجلينا تاني ونرجع زي الاول زي الاهلي اللي طول عمرنا متعودين عليه ان احنا بنكسب ومش مفيش خساره في قاموسنا. طيب الماتشات ابتدت وبدايه الموسم خسرنا ماتشين يعني كانوا مفاجاه برضو، مهزوش ثقتكم؟ ما حسيتوش ان ده
يعني ايه ده يا جماعه، احنا يعني احنا شكلنا هنطول ولا ايه في الدروب ده؟ يعني ما هزش الثقه بيكم؟ لا طول عمرنا عندنا الثقه ان احنا هنقدر نرجع تاني، وان هو حصل دروب في ماتش او التاني، بس هو السيزون لسه طويل وهنقدر نرجع تاني وبدعم. انت بتقولي الكلام ده بعد الموسم؟ لا والله من وقتها يعني كان ساعتها وقتها بالدنيا سودا. والله وقتها كنا رياضيين وعارفين، كنا متاكدين ان احنا هنكسب الدوري وهنكسب الكاس وهنرجع. هو دروب حصل في اول السيزون. طب الثقه دي كانت جايه منين؟ من اللعيبه، من بعض، ومن الجهاز الفني، ان احنا ان هم واثقين فينا بالظبط، وان احنا يعني مش مقصرين في حق التمرين ولا مقصرين في حق نفسنا، فعارفين ان المكسب هيجي هيجي واحده واحده. بس السيزون طويل، كان في اول السيزون فعلا، لو كنا حصل دروب في اول السيزون ما كناش هنقدر نكسب، كنا لازم نوقف نفسنا. طيب انت على المستوى الشخصي اكتر يعني اكتر ماتش فاكراه او لعبتيه كويس ايه؟ بحب الماتشين بتوع الكاس بصراحه، كان ماتش ماتش سبورتنج في السيمي فاينل وفي الزمالك فاينل، عشان سبورتنج السيمي فاينل السنه اللي فاتت كان هو اللي خرجنا من الكاس. فكان الماتش ليه اهميه ان احنا ما ينفعش يحصل تاني زي كده، ولازم ناخد الماتش جامد من الاول. لعبتي كويس؟ الحمد لله. وماتش الزمالك برضه؟ الحمد لله. بس ماتش الزمالك يمكن كان اسهل، يعني النهائي كان اسهل من قبل النهائي، يعني ماتش الزمالك في نهائي الكاس كانت الدنيا يعني اهدى شويه، ماتش سبورتنج هو اللي كان الصعوبه كلها. وعشان كمان كان في صعوبه ان هي نفسيا برضو، عشان نفس الحاجه اللي حصلت السنه اللي فاتت كان نفس السيمي فاينل بالظبط، فما كنا نفسيا نازلين ليه اهميه اكتر يعني. طب حتى الاصابات اللي قبلكم السنه دي ما هزتش ثقتكم بنفسكم؟ يعني نصر اتصابت مرتين، يعني كسر في الصباع مرتين نصر صح؟ يعني ومنهم واحده بعمليه. فيعني الاصابات كانت في اثنين عمليه. اثنين عمليه، ربنا يا رب الحمد لله قومها بالسلامه. يعني قصدي اقول لك انه كان عندكم اصابات كمان كتير غير الاصابات اللي معديه بقى، اسبرين في الكتف، في حاجات بقى اللي هي صغيره دي كباتن، احنا ماشيين كده عندنا اثنين صليبي. اثنين صليبي كمان، ربنا يشفيهم يا رب. مين يا كابتن؟ دينا وليلى. ليلى الشريف بدأوا يتأهلوا وكده؟ هم عملوا عملية والحمد لله هم شغالين دلوقتي الفترة، يعني هم عدوا المرحلة الأولانية بصراحة، فالدنيا ربنا يكرمهم إن شاء الله. مليون سلامات إن شاء الله، وأحسن وأحسن. طيب الحاجات دي والإصابات والحاجات اللي كنا بنعدي بيها دي ما كانتش بتخليك تقول إيه ده الموسم ده شكله مش حلو، لا الدنيا قافلة معانا، هو في إيه؟ ما كنتش بتقول كده؟ لا ما كناش بنقول كده، عشان الإصابات كانت مؤثرة طبعا، بس الصراحة كان جهاز فني مجهز في كل مركز، في يعني واحد واثنين وثلاثة، وتنزل دي ما تحسش بفرق يعني. فكانت اصابات مؤثره، بس الفرقه اللي كانت موجوده كانت بتادي كان ما فيش حد ناقص، فكنا الفرقه كلها جاهزه. اسالك سؤال يا شاهد، اتفضل. الجهاز الفني اللي ماسكه كابتن دوله وكابتن عبد الوارث وكابتن ميشو، الثلاثه بيشتغلوا مع الولاد طول عمرهم صح؟ انا بس السنه اللي فاتت اللي كنت مش سنة. يعني بس هم طول عمرهم بيشتغلوا مع الرجال والولاد، ولما بيحصل بيجي الجهاز الفني من الولاد بيبقى فيه عنف شويه، بيبقوا عنيفين في تدريبهم، في اسلوبهم، في تعاملهم بامانه، مش عشان كابتن محمد هتكلمي يعني بكل صراحه، مش في الاول كلمي يا شاهد اتكلمي اتكلمي هتلعبي ما تقلقيش ما قلتوش في الاول؟ مش يعني بصراحه هم من اول اليوم بصراحه حبيناهم والموضوع ما كانش كده خالص. بقول لك هتلعبي؟ والله لا انا بتكلم بجد بصراحه، يعني بهزر. لا انت مش حاجه تقوليها. لا كابتن زوله يعني كانه اب لينا بالظبط، وكابتن عبد الوارث وكابتن ميشو واخواتنا الكبار. فلا ما حسيتوش بمشكله، ان هو دايما بيكون في شويه رهبه كده لما بيجي نجوم كبار كانوا في عالم تدريب الرجال وبيجوا على السيدات، بيحصل يعني زي تشوك كده في الاول شويه. بالعكس ده ما حسيتوش انتوا بده؟ لا بالعكس يعني ده. طب خلينا نشوف راي فرح كمان، راي انت متاكده مع شهد؟ متاكده ايوه هما كانوا ايوه هما بابانا واخواتنا الكبار، بالعكس برضه ساعات بيعملونا في الملعب كده اولاد، يعني لو انت نازله كنت زوري لعيبهم كتير بعد اذنك يعني اراهم كتير. طب هنشوف اوكا اوكا اهي، اوعى تسال فيهم عشان لا انا بهزر طبعا، اكيد ده بحب، واكيد ده يعني الجهاز الفني اكيد طبعا يعني قربكم من بعض. طيب خلينا نتكلم على اصعب، مش لحظه بقى، اصعب يعني موقف، مش هتكلم عن المباراه، موقف في المباراه، انا بس عايز انقي الفاظي كويس. بيبقى في مباراه كسبناها وكل حاجه، بس كان في موقف صعب تاخرنا طلعنا، تفتكري اوكا انهي ماتش؟ افتكر انهي ماتش؟ ماتش سموحه اعتقد كان على ارضهم. تفتكروا؟ ممكن شمس ماتش يكون فيه سيتويشن صعب الشمس. ممكن شمس برضو كنا يعني كنا نازلين مش احسن حاجه في البدايه ما كناش احسن حاجه، بس عرفنا نجمع نفسنا طبعا بين الشوطين، والكابتن اتكلم معانا يعني. طب خلينا ناخد راي كابتن محمد، اصعب موقف انتوا كجهاز فني اتحطيتوا فيه وكان لازم تاخدوا قرار سريع اثناء مشواركوا ده كله؟ هو القرار على حسب ايه بالظبط القرار؟ لا يعني مثلا انتوا في ماتش كسبتوه، سيبك من الماتشات اللي خسرناها، تمام، ماتش كسبتوه بس اتعرضتوا لتاخر شديد، لهزه، طلعت فرق في فرقه، حد اتصاب، يعني المباراه كان فيها موقف صعب بس تجاوزناه.
والله هو ولا ماتشاتنا اللي كسبناها كلها كانت معديه بسلام. والله هي الفكره كلها، لا هو كان تقريبا ماتش الشمس كان على ارضنا. كان البدايه بتاعتنا ما كانتش قد كده موفقه، كان في الدوري ما كانش في الكاس، الكاس كان مختلف. كان الدوري اللي هو الدور الثاني، الدور الثاني كان على ملعبنا، كان الشمس طلع علينا. احنا كنا في البدايه كنا يعني ما كانش في يعني كان في سوء توفيق في البدايه ماشي في المباراه. 10 دقايق بالظبط كده الدنيا. الشوط الاولاني لغايه اخر دقيقه 20 تقريبا الشوط الاولاني حسيت الماتش ده بامانه. بص انا ما عنديش حته ان انا احس ان انا هخسر المباراه، انا لو حسيت ان انا هخسر المباراه يبقى انا بالنسبه لي انا ما ينفعش اقف على الخط اصلا. بالظبط هي دي النقطه، ما العبهاش هي دي. انا عشان كمان احنا تعودنا جوه النادي الاهلي ما فيش حاجه اسمها كده، انا بقاتل لاخر لحظه وبموت نفسي، وانا تعبت وانا متاكد واثق مليون في الميه ان ربنا هيديني حقي. هي دي النقطه اللي انا ده هدفي دايما اللي انا ببص عليه. انا بقى بالنسبه لي ممكن يكون موقف انا شفته وحسيت بجد ان البنات كلهم بجد حسيت ان الموضوع قريب جدا، الموضوع مش بعيد. كان ماتش اول اغسطس اللي كان في المجموعه عندنا، وده اللي خلاكم تعملوا ماتش بالنهايه كويس. انا كان بالنسبه لي ان هو بدايه المباراه طبعا كان فيها سوء توفيق طبعا عشان رهبة طبعا، في بنات كتيرة كانت بالنسبة لهم أول مرة يلعبوا بطولة أفريقيا في الأجواء دي مع فرق زي دي. أنا كنت شايف البداية كانت سيئة بالنسبة لنا. بالظبط في آخر الشوط الأولاني أنا السكور باد جامد، قدرت إن أنا أرجع تاني المباراة وأقلل السكور الكبير الجاب اللي حصل ما بين في الشوط الأولاني، إن أنا أبدأ أرجع. انا دي اول حاجه طمنتني ان انا اقدر ان انا هوصل، وان شاء الله ربنا يكرمني في البطوله دي ان انا يبقى في ميداليه وهبقى موجود في اول وتاني. بس طبعا الظروف هي اللي ما سمحتش، يعني الدنيا كان فيها قرارات. قادرين يا كابتن، واحنا سعداء بانجازكم، وبشكرك يا كابتن محمد عبد الوهاب. الله يخليك النهارده، والف مليون مبروك كابتن محمد عبد الوهاب، مدرب عام الفريق. بشكرك، الله يخليك، ربنا يكرمك.